هي نفسها ألواح الجبس بورد اللي بنستخدمها في السقف زي ما انت شايف، وبنمشي فيها الإنارة. يعني مش حاجة غريبة، الجديد ان احنا بنعملها هنا في مصر، يعني حوائط، هي دي الفكرة الجديدة. بسم الله ما شاء الله، حوائط بسيطة قوي جاهزة تقدر تشيلها، يعني الحيطة بتشيلها معاك وتركبها، يعني انت ممكن واحد بس تقفل 4 حيطان. حائط الجبس بورد اهو، وده برضو حائط جبس بورد. يلا تعالى معايا. وهي بقت غرفة، وادي المكتبة، بسم الله ما شاء الله. ولعبنا برضو في الإضاءة، ديكورات الإضاءة، وده حائط جبس بورد اهو، حاطط الجبس بورد والمكتبة. وبقت غرفة اهي مستقلة، والباب بيقفل. هل ألواح الجبسون بورد تقاوم الاشتعال وتقاوم النار؟ هذه قطعة جبس بورد عادية من اللون البيج. مقاومتها يعني لحد دلوقتي جيدة، معرفش لسه برضو هيشتعل ولا لأ، لما نركز بقى فيه كده. لحسن الحظ يعني لا يشتعل ولا بيساعد على الاشتعال. أنا بس حبيت أطمنك، يعني لو عملت بيه جدران او حوائط او كده، او مجرد ما تشيله من النار ما بتمسكش فيه، لونه بيسود بس. فدي خاصية كويسة في الواح الجبس بورد. في حين بقى تعالى اوريك المادة اللي بتشتغل فعلا بقى، اهي دي الفوم بتشم النار. بص دي المادة اللي هي بتشتعل، اللي هي الفوم زي البنزين كده. ده الفوم لاصق قوي جدا مميز، تقدر تسد بيه فرق زي ده بين المكتبة والحيطة. ولو قريت اللي عليه كده هتلاقي تحذيرات شديدة جدا ان هو قابل للاشتعال. لو عندك فروقات بين الحلق والجدار، ممنوع التدخين اثناء تطبيق الفوم. سريع الاشتعال، ده يتخاف منه، ما تكترش منه في المطابخ في المطاعم. انما الجبس بورد اهو، ادي الجبس بورد ولله الحمد لا يشتعل، بس لونه بيسود. وبالنسبه لعزل الصوت، ان الجبس بورد لو لوح مفرد هينقل الصوت فورا، يعني زيه زي الابلكاش او زي الخشب. اصلا الحوائط النص طوبه ما بتعزلش الصوت، انما طالما هو لوحين مزدوج وبينهم هواء، فالهواء بيعمل تشتيت للصوت. ده في رايي الشخصي يعني، ولسه برضو لما اجرب هقول لك، وابقى اسالني في التعليقات. يهمني اسمع رايك في التعليقات تحت الفيديو. بسم الله ما شاء الله. بس طبعا الجبس بورد يفضل للحوائط الداخليه عشان ضعيف، بس حوار تيك اوي مش عايز بقى عمال وتصليح بقى وعفن بقى وتخبيط ورزق ورمي طوب، لا مفيش الكلام ده. لو عايز تعرف سعر الواح الجبس بورد وازاي تقطع الواح الجبس بورد وتركبها بنفسك، شوف الفيديو اللي قدامك ده على الشاشة. والى اللقاء.